اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. زي ما عودنا حضراتكم كل يوم سبت بيكون معانا ضيف بنتعلم سر من اسرار مهنته. حلقتنا النهارده هتدور في اطار التشطيب والديكور، وزي ما انتم عارفين ان الموضوع ده اصبح فيه غش كتير في الخامات وفي الماتيريال، بيبقى نفس الديزاين عندي وعند غيري لكن ما بتبقاش بنفس الجوده والخبره والمصداقيه. كمان الجديد اللي احنا عرفناه ان ناس كتيره بتدخل في المجال وبيتقال عليهم اصحاب مهنه وخبره وبيروحوا يبوظوا الدنيا وبيمشوا. عشان كده بدأنا نعمل سيرش على مواقع التواصل الاجتماعي عشان نعرف احسن الناس اللي من خلالها هتيجي وتتكلم عن شغلها من خلال برنامج اسرار الحياه. معانا ومعاكم النهارده شركه من اهم شركات المقاولات العامه والتشطيبات، قدرت في فتره مش قصيره ولا كبيره ان هي تحقق كيان وسط عمالقه كبيره من شركات التشطيب والديكور، وتتحدى ناس كتيره قدرت ان هي تثبت بخبرتها ومصداقيتها والجوده بتاعتها ان هي بروفيشنال في المجال ده. طبعا انا مهما اتكلم عن الشركه هسيب مؤسس الشركه يتكلم عليها. معانا ومعاكم باشمهندس احمد حسن الجمل، مؤسس شركه الصفوه والمقاولات العامه والتشطيبات. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، نورتنا النهارده في اسرار الحياه. ربنا يخليك يا رب. في البدايه تعرفنا بحضرتك. احمد الجمل، صاحب ومدير شركه الصفوه للمقاولات العامه والتشطيبات. تمام. انا زي ما قلت في التعريف بتاعي ان انتوا قدرتوا ان انتوا تعملوا كيان لنفسكم وتحققوا المصداقيه ما بينكم وبين العملاء. كمان انتوا مش من الناس اللي بتحب تقعد في المكاتب والتكييفات وترفع سماعات التليفون، انت من الناس اللي شغله نشاط بتحب تنزل المواقع وباشر عملها بنفسها. الحمد لله. طيب في البدايه عايزه اعرف من حضرتك الفرق بين التصميم الداخلي وهندسه الديكور. التصميم الداخلي ده يعني ده الحاجه اللي بتتفاعل، يعني تفاعل الشخص بسلوكياته داخل المكان. يعني انا لما باجي اعمل تصميم داخلي لازم اراعي سلوكيات الفرد. انا بصمم ايه، انا بعمل ايه، انا جنب مطبخ يبقى لازم احط السفره، انا في غرفه نوم لازم عندي مساحات امشي فيها واتحرك فيها. يبقى لو هنختصر الكلام هنقول التصميم الداخلي هو تفاعل الفرد وسلوكياته داخل المكان. تمام. يسهل حركتي. لازم علشان اعمل تصميم داخلي اعمل تصميم يسهل الحركه. تمام. اما هندسه الديكور، هندسه الديكور ده يعني دي الحاجه الجميله اللي هي ايه؟ تناغم الالوان مع الخامات. يعني يعني فيها الحس الفني اكبر والذوق اكبر بكتير من التصميم، ان انا بصمم بعمل حركتي هنا حركتي هنا لازم امشي كده. فالهندسه الديكور دي زي ما بقول لحضرتك تناغم الحس بتاع والخامات. بستخدم خامات ايه، بشتغل ازاي، الواني ايه، ديكوراتي ايه. تمام. انا دلوقتي لو جات لك وحده وبيقول لك انا ما بفهمش في الالوان ولا بفهم في اي حاجه وبسلمها لك، طبعا ده كده بيديك مسؤوليه اكبر، بتنسق ازاي الالوان؟ وخصوصا احنا المساحات بتاعتنا معظم المساحات اصبحت ضيقه، مفيش الاوض الواسعه بتاعت زمان. فبتنسق الالوان ازاي؟ هو احنا لو اتكلمنا عن الالوان بشكل عام، احنا عارفين طبعا يعني من قديم الازل كانوا بيستخدموا الالوان في العلاج النفسي. تمام. يعني كل لون ليه مدلول. لو بصينا مثلا اللون الاصفر بيدينا دفء في المكان. اللون الاخضر بيدينا انطلاق للطبيعه. يبقى اللون نفسه ليه اثر في النفسيه. طيب واثر في المساحه. كل ما درجه اللون تكون فاتحه كل ما المساحه تكون واسعه. فما يبقاش عندي مثلا الغرفه ضيقه واعمل درجات الالوان فيها كتمه شويه، الالوان بتاعته فاتحه هيديني وسع للمكان بزياده يخلي الفرش مش باين. فلازم يبقى في توازن ما بين المساحه وما بين اللون. يبقى اللون ليه تاثير في النفسيه وليه تاثير على العين في المساحه. فلازم نعمل توازن طبعا بين دي ودي علشان اكيد، لان طبعا الالوان بتدي راحه نفسيه. يعني اللي عندك الوان بتبقى مش حلوه، ما بتعملش راحه نفسيه في المكان. انا بقول لحضرتك كل لون، يعني احنا لو هنستخدم الازرق بدرجاته يدينا ثقه بالنفس كده ورسخه للمكان. الاحمر تمام. الاحمر بيدينا فرحه وبهجه حلو. فكل لون ليه تاثيره. طيب. لازم باشمهندس عايزه اعرف ايه هي مهارات العمل كمصمم عام او مصمم داخلي؟ يعني في مهارات المصمم بيقدر ان هو ينفذها ويتقال عليه مصمم شاطر؟ مصمم شاطر. المصمم الداخلي لازم يكون عنده مهارة استغلال المساحات. دي أول نقطة. أستغل كل مساحة وكل نقطة في المكان. تمام. ومهارة التنظيم. يعني لازم أكون أنا منظم الدنيا مظبوط، علشان أصمم مكان لازم أكون منظم الدنيا مظبوط. تمام. والتوازن
ما بين ميزانية العميل وما بين الـ 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 الواقع والحقيقة. يعني ما يبقاش عميل مثلا طالب حاجات خيالية في شقة ضيقة، لا لازم نوازن ما بين تخيلات العميل تمام. وبين ميزانيته والوضع القائم في المكان أو حجم المكان. تمام. عايزة أعرف مراحل التشطيب والديكور مراحل واسعة وكتيرة، عايزة أعرف مراحلها إيه؟ احنا عندنا مرحلتين أساسيتين، مرحلة التأسيسات ومرحلة التشطيبات النهائية اللي هي الفينش أو إظهار التأسيسات اللي عملناها. تمام. التأسيسات دي أول حاجة فيها التصميم الداخلي. لازم يكون التصميم الداخلي مدروس ومعمول كويس ومستغل مساحات وفي كل نقطة موجودة فيه ليه وعشان إيه. بناء على التصميم الداخلي بنبدأ تأسيس سباكة، تأسيس كهرباء. تأسيس الكهرباء على فكرة من المراحل الخطيرة في التشطيبات، لازم تأسيس الكهرباء يبقى فيه اهتمام بيه خالص في جميع تفاصيله. بيجي بعد كده تأسيس تكييفات، كل تكييف يبقى مكانه، ما عادش فيه التكييفات بتاعت زمان تبقى ظاهرة وكده، لا لازم تبقى فيه تأسيسات للتكييف ومواسير التكييف. وبعد كده المحارة، ويبدأ بقى الديكور جبان من أول مرحلة الجبس. الجبس بورد. نبدا بقى نظهر في المرحله الثانيه اللي هي مرحله الديكور. يبقى في بقى الجبس وبعد كده الديكورات اللي هتستخدم في كل مكان هيتحط فيه ايه كديكور او هيتحط فيه ايه كالوان. ونفنش بقى بالالوان وبالشغل اللي اصعب مرحله هي مرحله التاسيس ولا مرحله التسليم؟ في ناس جت هنا وقالت مرحله التسليم وفي ناس قالت مرحله التشطيب. مرحله التسليم دي صعبه بتعاملاتها مع العميل. تمام. لان دي المرحله اللي العميل بيتفاجئ بيها ان الشغل اللي هو كان طالبه واللي كان عايزه والحاجه اللي كانت عمالين نشتغل عليها بقالنا فتره ظهرت. فبتبقى صعبه شويه في ايه في 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 المفاجاه لما العميل يشوف حاجته. تمام. لازم تكون على قدر المسؤوليه. اما المرحله الاساسيه اللي احنا فعلا بنهتم بيها مرحله التاسيس. لان التاسيس كل حاجه اسسناها في الحيط فهي اتدفنت خلاص. فلازم تكون على جوده عاليه ولازم تكون مأديه الغرض اللي مطلوب منها باعلى مستوى. تمام. يعني في كلتا الحالات المرحلتين مهمين. المرحلتين مهمين. ما ينفعش ان انا اعمل مرحله ومرحله لا. تمام. طيب من الحاجات بقى اللي انا لاحظتها الفتره اللي فاتت ان في ناس كتيره واخده المهنه سبوبه. طبعا احنا مش واخدين المهنه، احنا سالنا وعرفنا ان انتم من اصحاب المهنه، خبره مصداقيه، بتبصوا للعميل اكتر ما بتبصوا للناحيه الماديه. لكن للاسف بقى لما جينا دورنا لقينا ان في ناس واخده الموضوع سبوبه، ابص للفلوس واجري. بتسترخص في الخامات والماتيريال وخصوصا في مرحله التاسيس. احنا عارفين ان مرحله التاسيس دي بالذات ما ينفعش استرخص فيها لان فيما بعد هيبقى لها عواقب كبيره جدا. طيب انا عايزه بقى اعرف ايه الغش اللي بيحصل اليومين دول في مرحله التاسيس او بمعنى اصح في الخامات والماتيريال. والله احنا المفروض ان العميل ما يوقعش نفسه في حاجه زي دي. تمام. لان في سوء تفاهم بيحصل لما العميل بيحب يتوجه لشركه علشان خاطر تشطب له او تعمل له المكان بتاعه. ما تروحش للشركه على مكان الشركه اللي هو الموقع الموقع الشركه، لا روح موقع عمل مواقع. روح كلم المهندس صاحب الشركه، انت موجود فين؟ سابقه اعمالكوا ايه؟ ايوه. انت بتعمل ايه؟ طيب انا جاي لك على موقع العمل. حلو. ونشوف الناس الاول شغلها عامل ازاي. تمام. طيب الماتريال والخامات، الماتريال والخامات لازم تكون معلنه وما تكونش في حاجه غامضه في الكلام، يعني مش انا هاسس لك الكهرباء. طيب هتحط لي ايه في لا انا هاسس الكهرباء حضرتك هتستلم فيه شيء. لا انا عايز السلك اللي هيتحط نوعه ايه؟ برافو. الخامه اللي هتتحط ايه؟ فواتيرك ايه؟ يبقى معاه ستيب باي ستيب علشان يعرف كل حاجه. وبلاش حكايه ايه والله ده انا هاسس انا هشطب الفيلا هشطب الشقه. والله هتشطب بكام؟ سي هتتشطب 100,000، اتفضل ال 100,000. تمام. لا احنا مع بعض خطوه خطوه، كل بند يجيب البند اللي بعده. وكل بند اراجع عليه واشوف اتعمل صح واتعمل مظبوط ولا لا. تمام. كده ما يبقاش فيه يعني ما يبقاش وقع فريسه لشركه التشطيب والديكور، لان معظم دلوقتي شركات التشطيب والديكور، عايز اقول لحضرتك يا باشمهندس، كترت قوي في البلد. انت عشان تجيب شركه تشطيب وديكور ليها مصداقيه اكنك بتجيب الابره اللي في كوم قش. والله هو كل واحد برضو المفروض وهو شغال يدور على الليفل اللي هو عايزه.
يعني انا برضو ما اروحش لشركه بتعمل شغل اقتصادي او متعود على الشغل الاقتصادي واطلب منه يعمل لي حاجه عاليه في مكان عالي. تمام. مش هيعرف مش هيعرف وما بيبقاش في فريق العمل اللي يؤدي الوظيفه دي او يؤدي اللي مطلوب منه. والعكس. ما بيبقاش انا عايز اعمل حاجه اقتصاديه واروح لشركه عاليه وشغلها عالي وصناعيتها والعمال بتوع فاحس ان انا برضو اتضحك عليا ان هو فعلا. بياخد اجر عالي. لا في كل حاجه ما عادش في حاجه رخيصه. لا 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 احنا خلينا متفقين مفيش حاجه تمنه فيه. الغالي بتمنه فيه والرخيص هو موجود رخيص. فلازم يعني لو انا عايز اعمل حاجه اقتصاديه اروح للي هيعمل لي حاجه اقتصاديه. مش هيضحك عليا. للاسف بقى انا بيبقى لما باجي اقعد على مواقع التواصل الاجتماعي بلاقي اعلانات شبه وهميه بتضحك على الناس. انا هعمل اعلى جوده على جوده بأعلى اسعار. طب ما فيش الكلام ده. لا لا لا. احنا كل حاجه غليت. انت ازاي تعملوا اعلى جوده بصرف نظر كل حاجه غليت. كل حاجه لها ثمنها والسوق بقى مكشوف. الدنيا بقت مكشوفه خلاص. انت إن انا يعني مثلا يا فرحتي عملت الجبس مثلا بكذا او عملته سعر رخيص. طب انا ورا اللوح ده ايه؟ في 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 كام عود للاسف الشاسيه اللي شايل ده ايه؟ متكلف ولا؟ فلازم نبقى واخدين بالنا من القصه دي. طيب باشمهندس لما دخلنا في موضوع الجبس في ناس كتيره كانت بتسالني سؤال متكرر، الجبس البورد احسن ولا الجبس البلدي؟ مين اللي بيعيش؟ مين اللي ممكن ما يقعش؟ الناس خايفه جدا من الجبس البورد اللي بيتعمل. هو ده لو اتعمل مظبوط الجبس البورد وده لو اتعمل مظبوط مش هيقع. يعني هو القصه في ايه؟ في اللي في الصنايعي اللي ادى الشغل والمهندس اللي صمم اللي بيعمل الفورمه اللي بيعمل التصميم زي ما بيقولوا كده بلغه الفورمه الحلوه اللي تطلع من تحت ايده كويسه والماتيريال اللي تحت الفورمه يعني الخامه اللي تحت الفورمه ايه. انا مؤسس ايه؟ انا شادد شاسيه حديد محترم. يعني الجبس بورد مثلا يتعمل على شاسيه حديد محترم مراعين فيه المواصفات الهندسيه والقياسات بتاعته وكده. تمام. مش هيقع. استحالة يقع. لا لا طبعا. اما انا لو عملت كده ده هيقع وده هيقع. لو استرخصت في الخامات بتاعه ده او استرخصت في الخامات بتاعه ده هيقع وده هيقع. تمام. طبعا انتوا سامعين كلام الباشمهندس، كلامه بيوحي ان في مصداقيه وفي خبره وغير كده وكده كلام وخلاص. في فرق بين واحد دارس ومش فاهم واحد فاهم ودارس وعارف عنده خبره. ما تمشوش ورا اي اعلام موجود على السوشيال ميديا، لازم يبقى ليه سابقه اعمال محترمه جدا، سابقه اعمال كويسه جدا. مش هتروح له الشركه هتلاقي الشركه كويسه واستقبال كويس وتعالى وهنظبط الدنيا. لا، انت انزل وشوف زي ما الباشمهندس قال لك اعماله ايه، عمل فين وفين وفين، وتسحب وتسال برضو صاحب المكان الشغل تمام، في حاجه حصلت. كل ده برضو بيخليك تقف على ارض صلبه، لان ممكن في الفلوس دي تكون تحويشه العمر. أنا مش هقدر. احنا لما بيجي لنا حد يشطب شقه صغيره او فيلا كبيره ايا كان، الفريق بتاعنا يا شباب احنا بنحقق له حلم. فعلا احنا بنحقق له حلم. يعني احنا شغالين على حلم. هو حلم. برافو عليك. صح. سواء كان في غربه، سواء كان في 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 شغل هنا، سواء كان كده او كده، فهو كان بيحلم بالحاجه دي. تمام. فلازم تطلع على اعلى مستوى. فمش ينفع الحلم لا 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 هم يعني يكون مثلا دي تحويشه العمر بتاعته، فعايز يعمل حاجه كويسه ما يتنسبش عليه. هقعد مثلا مش كل يوم هنشطب، مش كل يوم هنعمل تاسيسات داخليه، احنا يعني كل 7 6 سنين لما مثلا نفكر نغير حاجه، وخصوصا في ظل الاسعار دي. الحاجه بقى اللي انا عايزه اقولها للباشمهندس على الهوا، الحاجات اللي عجبتني بجد في شركه الصفوه، الاسعار والخامات انتوا عارفين ان هي ارتفعت بنسبه 60 70 80 زي ما انت عايز تقول. قول. الحاجه الحلوه بقى للناس دي ليها مصداقيه بجد، وانا بجد بقول الكلمه دي على الهوا مباشره، لما عرفت ان الاسعار والخامات ارتفعت طبعا كانوا ملتزمين بعقود كتيره وكلمتهم واحده، طب نعمل ايه؟ ما رفعوش جنيه واحد على العميل خالص. هوب الباشمهندس عمل اجتماع وقال لهم يا جماعه احنا معانا عقود، العقود ديت مش هزود عليها جنيه. نيجي بقى فعلا نيجي بقى للنظير الاخر، هنلاقي شركه تانية استغلت الفرصه ديت. دي بقى الشركات اللي هي عايزه الناحيه الماديه مش عايزه المصداقيه، رفعت اسعار مع ان كان الخامات موجوده عندهم في المخازن،
فده اللي بيوضح من الناس اللي ليها مصداقيه ومش واخده الموضوع صبوبه، وناس ليها صبوبه تانية ان انا هاخد منك وقت ما يرتفع الاسعار هضاعف وضاعف وضاعف. طيب دي كانت بالنسبه لك لما انت ما رفعتش الاسعار بتاعتك، طب ما هي انت كده هتخسر، عملت ايه؟ مشكله. ما هي مشكله. هو في حاجه بتعوض حاجه. يعني مثلا العميل اللي السعر اتطفى عليه في بند او كده، هو الموضوع مش في كل البنود، ما في بنود اتنفذت وفي بنود لسه ما اتنفذتش، فده شال ده. تمام. احنا مش مهم نطلع بالربح العالي، اما انا بقول كده ربح كبير، بس المهم ان احنا نبقى واقفين على زي ارض صلبه. هو الشغل المصداقيه بينك وبين العميل، الشغل هيتسلم، المواعيد هتبقى مظبوطه، كل حاجه هتبقى تمام. انت اللي يهمك العميل طبعا، مش الناحيه الماديه. الارزاق دي زي ما بيقولوا بتاعت ربنا. دايما نقول ايه، دايما نقول ايه، حتى فريق العمل لما نبدا شغل نقول احنا داخلين المكان ده نشطبه للتاريخ. برافو عليكم. عشان يبقى عندنا تاريخ كويس. عميل بيجيب عميل. ايوه. العميل اللي جاي جديد، لا ده النظام حلو قوي، دول عاملين لك الالوان كويسه. طب مين اللي عمل لك؟ لا شركه الصف. على طول بيتصلوا بشركه الصف. واحنا كمان احنا عارفين ان انتوا عندكم عملاء من زمان، يعني عملتوا للام والاب والابن والخال والعم، عندكم صف اعمال كويسه. الحمد لله. طيب احنا اتكلمنا عن فريق العمل بتاع حضرتك. انا بالنسبه لي فريق العمل ده بمثابه العمود الفقري لاي شركه، الواجهه بتاعه حضرتك. ازاي اخترته؟ ازاي خلاص بقيت واثق مليون في الميه في الفريق بتاعك؟ لان هو في وشك. احنا رايحين تبع باشمهندس احمد. هو فريق العمل ده يعني كان من الصعوبات اللي واجهتني اول ما اشتغلنا. تمام. لان احنا لازم يتوفر فيه كام يعني كذا صفه وعدد من الصفات ومن السلوك ما ينفعش نتنازل عنها. طبعا. امين. شاطر. ملتزم بمواعيده. فالكلام ده كان عامل لنا اذى، اللي هو ايه، لازم هيجي شاطر بس ما فيش التزام شويه فبينزل من الفريق بتاعنا. بعد شويه حد يدخل تاني، لحد ما في الاخر قدرنا نكون الفريق اللي احنا شغالين عليه حاليا، اللي هو خلاص بقينا اهل. بقينا عيله. تمام. الفريق ده عشان يطلع فيه ناس كتير اتصفت منه. تمام. فلحد ما وصلنا الحمد لله للفريق، والحمد لله الشغل هنا وهنا وهنا، فكل يوم بنسبه كفاءه عن اليوم اللي قبله. اكيد. عايزه بقى اعرف مشاكل التشطيب والديكور، خلينا مقتنعين كتيره جدا جدا. حضرتك ما طلعتش كده اتخرجت وقعدت على مكتب بالسهل، ايه اكتر مشكله بقى بداتها وواجهتك وقدرت ان انت تتحدى نفسك وتتحدى المشكله دي؟ فريق العمل. فريق العمل. فريق العمل ده كان مشكله كبيره، ان احنا يبقى عندنا فريق عمل كفء واهل للثقه، ده كان موضوع كبير بالنسبه لي، وكان وما كانش عندي تنازل فيه. يعني ما كانش عندي، ما فيش بند في الشروط اللي انا حاططها فيها تنازل. فدي نقطه. تمام. النقطة الثانية، شركات المقاولات دايما بيشتغلوا في مواقع ما فيهاش حياة. فعلا. يعني احنا زي صحراء. احنا بنروح الكومباوند ما فيش حد ساكن. ما فيش ابسط سبل الحياة. تمام. فده كان بيبقى تحدي لينا ان احنا هنروح، لا هنروح. انت عايز ناس عندها عزيمة، ناس بتوع شغل. هنشتغل، مش هنخرج من هنا الا احنا مخلصين. فده كان تحديات لينا ومشاكل. المشاكل اللي هي مشاكل شغل. علاوة بقى على في بعض الكومباوندات وبعض المدن وبعض الاماكن الشغل فيها مواعيد محدده. تمام. مفيش بيات في المواقع، فلازم هيبقى ده موضوع شاق علينا، ان احنا شغالين مثلا هنا ونروح نبات في مكان تاني بيننا وبينه 30 40 كيلو. فدي المشاكل. الحمد لله مع الشغل ومع تكرار الشغل ومع الخبره ما بقاش عندنا الحمد لله الكلام ده. تمام. الحمد لله. انا لو عميل جديد جاي عند شركه حضرتك واتاكدت مليون في الميه ان شركه الصفوه هتعمل لي احسن ما كنت هتخيل، بس برضو انا خايف اروح اتعاقد وادفع حتى ربع نص على حسب ما هيطلب منه من غير اي ضمانات، ايه بقى الحاجات اللي انتوا بتعملوها مع العميل الجديد بحيث ان هو يقول لكم خلاص يلا نمني العقد؟ الاجراءات اللي بتعملوها. هو الاول لازم يشوف مواقع شغل. تمام. يعني لازم يكون لنا تاريخ شغالين عليه. لو هو ما يشرفناش، لو التاريخ ده ما يشرفناش، مش هنعرضه. فلازم نشوف مواقع شغل لينا وسابقه اعمال. دي اول خطوه بتدي اطمئنان شويه. تمام. بعد كده النواحي الماديه، لا انا مش عايز منك مبلغ كبير، مش عايز مبلغ على بعضه. خلينا مع بعض واحده واحده. حلو. خلينا نشتغل بند بند، هنعمل لك اول بند وشوفه وراجعه وخلي حد يبص عليه. ماشي. الكلام تمام والنظام تمام وخلاص بنشتغل في اللي بعده. فدايما عندنا خطه، البند يخلص يلا ندخل في اللي بعده، البند يخلص يلا ندخل في اللي بعده.
فدايما عندنا تحدي ان احنا اي بند بنعمله لازم يكون على اكمل وجه عشان يجيب اللي بعده. يعني هي دي بقى اللي انتوا بتعملوها مع العميل، بحيث ان انتوا بمعنى اصح بتفتحوا الدفاتر كلها قدامه. كله، لا وبعدين كله قدامك، وبعدين كله على الهوا. يعني ما فيش نوع خبايا او الكلام ده خالص. طيب سمعت عن حاجه اسمها الكوست بلس؟ احنا شغالين. يعني برضو الناس عايزه تعرف ايه الكوست بلس، يعني يعملوا ايه؟ احنا مثلا هنأسس الكهرباء، تمام؟ فانت عندك واحد اتنين تلاتة، الفاتورة بتاعتك اهي زي ما هي في المحل، هي موجودة اهي. تمام. اجر الصنايعي اهو زي ما هو موجود، هو اهو. احنا جبنا نقل، جبنا كذا، جبنا كذا، كل الكلام ده كأنك انت اللي واقف بتشطب وانت اللي بتشتري وانت اللي بتتعامل. بالعكس، احنا ممكن يكون الفواتير بتاعت الخامات اللي احنا شارينها اقل ما العميل هيجيبها. ليه؟ لان احنا لينا شغل كتير، بتاخدوا ديسكاونت من الشركات اللي بتعامل معاهم. تمام. طيب وبعد كده خلصنا بنضيف النسبه اللي متفق عليها. اللي احنا بناخدها نظير ان احنا اللي هنقوم بالعمل ده. طب انتوا كده مريحين العميل قوي، ده كده يعني انتوا مريحين العميل قوي دايماً وعارف راسه من رجليه زي ما بيقولوا بلغه ولاد البلد. وهتحط ايه؟ وعايز تزود ولا عايز تقلل؟ يعني سي مثلا في بعض الشركات، وده شيء برضو جميل ونظام جميل وناس كتير بتطلبه مننا وما بيبقوش عايزين يشتغلوا باي طريقه تانية، اللي هي شغل الباقه مثلا. يقول لك انا عايز باقه، الباقه بكام؟ المتر بكام؟ يعني ايه المتر بكام؟ هعمل لك متر بكام ازاي؟ بناء على ايه؟ انت عارف انا حاطط لك سلك جوه الحيط ايه؟ طب انت عارف نوع البلاط ايه؟ فرز اول ولا فرز تاني؟ لا، طب الشغل بيبقى ضحك على الناس. انما حكايه النسبه، احنا شغالين بالنسبه، احنا كل حاجة مكتوبة قدامك واحنا هناخد نسبتها. تمام. يعني انتوا بيبقى ليكوا نسبة معينة ما بينك وبين العميل في سبيل اللي انت نظير الاشراف الهندسي. طب ده كويس جدا. وتوفير العمالة وشراء الخامات. وكمان بتعملوا ديسكاونت لما تروحوا يروح معاك، بتعملوا ديسكاونت على الحاجة اللي هياخدها. تمام. ده بناء برضه على مسحوباتنا العالية في اللي انتوا بتعملوها مع الشركات. طيب باعتبارك بروفيشنال في مجال التشطيب والديكور وخبرة كبيرة، يعني نقدر نقول شركه صفوه دي موسوعه، مش هنقول شركه. عايزك تدي نصيحه للمشاهد علشان ما يعوش فريسه لشركات التشطيب والديكور. هو القصه يعني ايه؟ خلينا ما نقولش فريسه، لان انا ما بعتبرش شركات التشطيبات صياد بدور على حد او كده. هي القصه انت اللي بتروح للشركه. نمره واحد، اختار الشركه اللي بتروح لها. حلو. اختارها مظبوط. تمام. نمره اتنين، يكون في صراحه. يعني ايه؟ يعني انا ما احبش مثلا عميل يجي انا هعمل انا عايز اغلى حاجه، انا عايز احسن حاجه، انا عايز. بناء على الكلام اللي انت هتقوله في الاول هتبص تلاقيك بتدفع كتير فعلا. واحنا لو اشتغلنا في التشطيبات بحر كبير، انا ممكن احط متر سيراميك ب 100 جنيه وممكن احط متر بورسلين ب 2000 جنيه. كل واحد وعلى ده اتحط على الارض وده اتحط على الارض. فالصراحه لما تروح لشركه كلمه بمنتهى الصراحه. تمام. انا الميزانيه بتاعتي قد كده. تمام. عايز اعمل قد كده. عامه هي صراحه مش احسن منها. تمام. طيب برضو اللي كل الكلام اللي لسه قايلينه، مش الشركه سبقيه الاعمال، الشقه هتتكلف 100,000، اتفضل ال 100,000. لا خليك مع الشركه واحده واحده. تمام. بند اتنين تلاته انت هتعرف ان الشركه دي كويسه. طب حصل مشكله، يبقى حصلت في اول بند. شكرا. تمام. بس طيب دي نصايح كويسه جدا، بنتمنى يا جماعه النصايح دي تطبقوها، وبجد مش اي حد تجروا وتروحوا تشطبوا عنه. احنا فقرتنا جريت بسرعه، طبعا احنا لينا فقرات تانية مع شركه الصفوه، لان هي مش محتاجه حلقه ولا اتنين ولا تلاته، احنا لينا سلسله حلقات ان شاء الله، وهننزل مواقع كتيره وهنصورها علشان المصداقيه بتاعت الباشمهندس. ربنا يخليك، ربنا يخليك، بتمنى لك مزيد من النجاح والتفوق، وان شاء الله مزيد من الازدهار بشركه الصفوه. وبكده وصلنا لنهاية فقرتنا، استنونا فقرة جديدة مع أسرار الحياة.